السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا انا قلت لكم ان انا هنعمل الوصفه اللي هي صبغه للشعر باللون البني، بس مش البني الغامق. احنا عملنا البني الغامق او اللي هو المايل للاسود. يعني انا لو عندي شعر ابيض وعايزه اغيره للاسود، يعني ارجعه اسود او اصبغه اسود او بني غامق قوي، هنسيب لكم لينك الوصفه في مربع الوصف. دلوقتي بقى النهارده الصبغه، هنعمل صبغه بس باللون البني. بني ايه بقى؟ البني اللي هي الفاتح شويه، اللي هو مش غامق قوي، بني حلو كده. طيب مكونات الوصفه دي ايه؟ مكونات سهله قوي وبسيطه خالص. قهوه، زيت زيتون، هاخد 3 معالق، حط معلقه، هاخد 3 معالق زيت زيتون، 1 2 3، وهاخد على زيت الزيتون ده قهوة، معلقة قهوة كده كويس. طبعا انا بعمل على قد شعري، طويل بكتر، قصير بقلل على حسب احتياجي يعني. ممكن اعمله لو احتجت تاني اعمل غيرها، هي مش محتاجة، مش بتبذل مجهود قوي. هي كده تمام، نحط لها كمان بس شوية قهوة قليلين كده. ايوه كده بقى كويس. ولو كمان عايزة تقل مش مشكلة، بس انا محتاجة هو قوامه كويس كده. هحط بقى ايه كمان؟ هحط معلقة مية اكسجين، مية اكسجين من الصيدلية، بشتري من الصيدلية. تمام، هحط منه معلقة اكسجين، 10 لو سمحت، 10، يعني مش عايزين حاجة تقيلة عشان تبقى الوصفة كلها طبيعية. معلش يكون كده مني سنة، بس هو كويس عشان تمام اهو. تمام كده، ايوه كويس كده. كده الوصفة بقت جاهزة، احطها على الشعر. الوصفة دي هتخلي شعري بني فاتح مش غامق، تختلف عن البني الغامق او الاسود اللي احنا عملناه في الفيديو اللي قبل كده. الوصفة دي هستعملها ازاي؟ هحطها على شعري من ساعة ونص لساعتين. لو عايزة افتح شوية يبقى ساعة، لو عايزة لونه اللي هو البني يبقى ساعتين. تمام، والبس بنية او ملبس مش هتفرق. يبقى تاني الوصفة 3 معالق زيت زيتون، عليهم قهوة سايبة اللي هي سنة الذوبان، القهوة اللي هي جاهزة يعني بشتريها، وبحط عليهم معلقة مية اكسجين، 10، ما حطش ازيد من كده. يا رب الوصفة سهلة، يا رب تكون الوصفة سهلة وعجبتكم. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس، عشان لما اجي اعمل الوصفة اللون الكستنائي واللون اللي هو البتنجاني تشوفوها على طول. وتعملوا لايك وشير للفيديو. سلام عليكم. تمام، اكيد عندي جاهز، بحطه على شعري كل يوم كتير 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 لعند ما اوصل كل يوم. يا جماعه انا قلت لكم ازاي الصبغات الكيميائيه اللي بتصبغ من اول مره، كل يوم هحطه لعند ما اوصل للون اللي انا عايزاه. ده بيخلي شعري بني غامق غامق. انا بحطه كل يوم لحسب ما اوصل للدرجه اللي انا عاوزاها. تمام اهو، بحط طبعا على قد استعمالي، غير كده ممكن ازود الكميه. تمام كده، يا رب تكون الوصفه سهله وبسيطه وعجبتكم. وما تنسوش تفعلوا زر الجرس، عشان لما تعملوا سبسكرايب هيظهر لكم زر الجرس، تفعلوه عشان ان شاء الله تشوفوا وصفتنا، صبغتنا اللي باللون البني الفاتح اللي قلب على المشقر دي،
البدنجاني والكستنائي والوان تانية كتير. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا شير ولايك للفيديو. السلام عليكم.